السلام عليكم ورحمه الله. تخيل هذه القضيه ديال مدينه سلا وهذا الباب ديال باب سته عنده واحد الحضاره كبيره وطويله وعريضه، والمشكل ديال هذه الرومبار هي عندها واحد طلعت ثلاثه المرات ولا اربعه المرات وكانوا فيها مشاكل، وماشي المحل ديال هذه حاليا دابا، هذا خصهم يديروا لها شي حاجه اخرى اللي غادي تكون في متناول المدينه، فهمتي اخاي؟ والناس المسؤولين راهم راه تيشوفوا هذه الحاله، وسلا راه عندها واحد التاريخ اللي ما عندوش كاع الحد. مدينه الفياله، هذه سلا راه مدينه الفياله كانت غير المدينه ديال عاد تبلات مدينه القراصنه، ودول هذه ثلاثه المرات دابا، هذه الثالثه من المره، الاولى صغيرات الثانيه عوجوها الثالثه وما عاد تيقادوها. والمهم حنا بغينا غير الدكازه، حيت شحال من مره وقعوا حوادث هنا ديال السير، تيكون جاي الانسان ما تيشوفش الرومبا، ما عندوش هو هذيك ماشي رومبا كاع اصلا، والضوء الاناره ما كايناش الاناره، واش راه خصو يكون؟ خصو المدينه، راه المدينه هذه راه مهمشه، المدينه هذه راه عندها واحد التاريخ اللي ما خصوش يمكن يكون، خصها تكون في هذه الحاله هذه، تكون احسن من هذه الحاله هذه، ومالي راه ناس طيبين وراه خرجوا منها علماء ودكاتره ومحاماه وناس اللي هما ديال المجلس وفي القصر ديال سيدنا من هاد الناس ديال سلا، وشكرا ولدي. الله يجازيكم بخير، راه هاد الرومبوان راه ما خداماش هنايا، شحال من حادثه وقعت فيها، ما كاين لا اناره، ما كاين لا ضو، ما كاين لا مراقبه، ما كاين حتى شي حاجه عندنا في هاد، ما عندنا حتى شي مراقبه في هاد الرومبوان هادي، رومبوان مهجوره كما تيقولوا ولا كما تي اكثر حوادث تيوقعوا هنايا غير هذا شي 3 ايام ولا 4 ايام وقعت لنا حادثه، الانسان السيد كان غادي بالسياره ديالو تتخرط وطالع فوق منا بدون شعور، ما بانت ليه لا رومبوا، ما بانت ليه لا صباغه، ما بان ليه حتى شي حاجه، ما كاينش الضو، حنا براسنا، انا براسي عندي موطور شحال من مره تنبغي نغلط فيها، استر الله وصافي. السلام عليكم.